اعمل ايه عشان اكون عبد لله؟ اصلح نفسي ازاي؟ قولي لي حاجه اعملها. اعمل ايه يعني؟ استعانة بالله. الله يفتح عليك. اسمك ايه؟ الله يكرمه يقتنى فاطمه. قولوا امين. ادخلها الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. ان انا اول حاجه الاستعانه بالله، عباده منسيه. اعمل ايه تاني؟ قالت الدعاء والاستعانه. ها مين ايه؟ الله يفتح عليك. اسمك ايه؟ الله يغفر لك يا سدره. قولوا امين. دخلها الجنه واحنا معاها. صلاه صلاه على وقتها يعني. ايه كمان؟ ما امر الله تعالى. ايوه كده، ايوه كده. ما افعل ما قال. الله يفتح عليك يا حاجه. حاجه اسمك ايه؟ ايوه الله يشال الاسم الجميل. اللهم اغفر الحاجه براء. قولوا امين. شوف الحاجه براء بتقول ايه. نفعل ما امر الله. صلاه يعني على وقتها، ذكر، قران، ايه الاوراد بتاعتنا من ذكر واستغفار وهكذا. ها الله يفتح عليك وتتوب الى الله والنوافل. ما امرنا الله عز وجل عليه ونتعب. هو ده اكون عبد لله بكده، ان انا لما اعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي عليه. يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعالى فاقتله. ليه نادي الحجر والشجر؟ من فجرهم، من فجرهم. اما تطلع تقول لك ايوه ده على تيك توك لايف كده، والجندي التاني ايوه انا قتلت طفل 12 سنه وان شاء الله وعيكم المره الجايه هيبقى اصغر من كده، وتطلع تقول لك احرقوهم احرقوهم احرقوهم. اصلا التلمود بتاعهم فيه الكلام ده. عشان كده كان كتاب طوفان العزه ان شاء الله باذن الله تشوفوه تحت، فيه الجزئيه الخاصه. هو عقيدتهم ايه؟ تخيلي ناس بتعبد في عقيدتها استغفر الله، حاشا لله وكلا، اللي قالوا ان الله فقير، استغفر الله، غلت ايديه ولعنوا بما قالوا. الناس دي تقول لك انت بتتقرب الى الله بحرق غير اليهودي. اي رب بتعبده يقول لك كده، استغفر الله. استغفر الله، ربنا اخطا، استغفر الله. فاحنا قعدنا على ترابيزه مفاوضات وصححنا له غلط، استغفر الله. وبعدين هو كان مشغول، كان استغفر الله يراقص الملائكه. ايه الدين اللي انتوا بتعملوا ايه ده؟ ايه دي الادب دي؟ ايه دي؟ تعالى قول عايز ايه، تقول ايه؟ تعالى. الله، الشاب المسلم القوي الشجاع. شو اسمك؟ محمد زين. محمد زين، شو جنسيتك يا محمد؟ شاميه. الله الله الله، للشام. قول لي عايز تقول ايه؟ المؤمن القوي خير. الله، سقفوا له يا جماعه. الله اكبر. شكرا لك يا محمد، شكرا. انا عايزه اقول الله يفتح بيكم. اهل الشام دولت اول من ينصر الحق لواء اليمن، ثم عليكم بجند الشام، فانتم من اهل الحق. حفظ قران 20 جزء. الله اكبر، سقفوا له يا جماعه بالله عليك. ان شاء الله المره الجايه ما اشوفك تقول لي انا ختمت. تمام، الله يفتح بيك يا ابني ويكرم والديك. اللهم امين. هنا النصر. شكرا، اتفضل يا حبيبي، اتفضل. جزاك الله خير. ما بيفهموش المصري بتاعنا، بقول لكم. واضح واضح. طب الحمد لله. الله يبارك فيك. فاحنا محتاجين نعيد البوصله تاني. يا مسلم يا عبد الله، من فجرهم، من فجرهم. لكن احنا عندنا يقين في نصر الله، وعندنا يقين ان نصر ربنا جاي جاي.